ينضم إلينا الآن السيد محمد فتياني المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، ينضم إلينا من رام الله. سيد محمد، بعد التحية، كيف تبدو الحالة اللوجستية بداية فيما يتعلق بالهلال الأحمر وقدرات الهلال الأحمر داخل قطاع غزة؟ صحيح، قدرات الهلال داخل قطاع غزة يعني على شفا حفرة من الانهيار. هنالك الكثير من المعيقات، هناك الكثير من العقبات التي بحاجة إلى تدخل لكي نتفاداها. قطاع غزة تنقطع عنه الكهرباء، قطاع غزة يوجد فيه العديد من الإصابات والجرحى، المستلزمات الطبية والمستهلكات الطبية شارفت على النفاذ، الوقود شارف على النفاذ، الوقود يستخدم لتوليد الكهرباء وحركة سيارات الإسعاف. هنالك تشويشات على الاتصالات، على الرقم الأرضي للطوارئ 101 وعلى أجهزة اللاسلكي داخل سيارات الإسعاف. يوجد صعوبة في استقبال نداءات الاستغاثة، ويوجد صعوبة في إرسال السيارات إلى أماكن الاستغاثة. هنالك اقتراب لنفاذ المواد الإغاثية التي تقدم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن طريق وحدات الكوارث للنازحين المدنيين التي تقطعت بهم السبل. هناك شح في المواد الغذائية، مواد النظافة الشخصية، بطاريات الفرشات. هناك صعوبة، هناك خطر على الطاقم والعاملين، هناك استهداف لطواقم من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، هناك أمر إخلاء لمستشفى القدس بعد مقرات الهلال الأحمر. نحن نطالب الجميع موفر مساندتنا والوقوف معنا لإلغاء قرار الإخلاء، لتأمين طواقمنا، لفتح ممرات آمنة وصول للإصابات، وفتح ممرات آمنة لإدخال المواد الطبية ومواد الإغاثة الضرورية. ما الأولويات بالنسبة لكم الآن؟ الأولويات جميع المستلزمات أولويات. هناك حاجة ماسة للمواد الطبية والأجهزة الطبية والمستهلكات الطبية، هناك حاجة ماسة للوقود لتوليد الكهرباء، هناك حاجة ماسة للمواد الإغاثية من مواد نظافة شخصية، من مأكولات وأغطية، هناك حاجة ماسة لألبسة النازحون، بعضهم تقطعت فيهم السبل لازم معهم ألبسة حتى تقيهم برد الليل، هناك حاجة ماسة حتى لألعاب الأطفال. قسم الدعم النفسي يقوم بالإسعافات الأولية النفسية للأطفال المتضررين بالحرب الذين أصيبوا أو شاهدوا القصف أو من فقدوا أعزائهم أقربائهم. الأطفال بحالة نفسية يرثى لها، نحاول مساعدتهم لإخراجهم من هذه الصدمة. بحاجة لجميع المقدرات، جميع الشيء في يمكن أن يرجع الإنسان لحياته الطبيعية. هو الآن بحاجة لقطاع غزة. الوضع كارثي من الناحية الإنسانية، والوضع الكارثي يعني أنك لا تعيش حياتك اليومية بشكل طبيعي. فيما يتعلق بالوقود اللازم لتشغيل سيارات الإسعاف في قطاع غزة، هل هناك نقص ملحوظ في هذا الوقود؟ هل السيارات الآن، سيارات الإسعاف، قادرة على التعامل والتعاطي مع هذا الكم الكبير من حالات الإصابة والشهداء؟ بالنسبة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، نحن ما زلنا على رأس أعيننا نقدم خدمات إنسانية للمدنيين العزل في قطاع غزة، لكن الوقود اقترب من النفاذ. حسب التقرير التي من غرفة العمليات في قطاع غزة، تم استنفاذ أكثر من 80% من خزون الجمعية الاستراتيجية في الوقود، بقي 20% لكي نتعامل بهم. 20% مقسمة لتوليد الكهرباء للسيارات الإسعاف ومقرات جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ولتحريك سيارات الإسعاف. المدة الزمنية التي نستطيع العمل بها غير معروفة، لكن حسب التقديرات نحن لا نتحدث عن مدة زمنية طويلة. إن كان هناك قطاع للكهرباء، إذا الوقود، إذا قطاع للكهرباء، إذا المستشفيات توقفت عن العمل، إذا تهديد حياة المرضى للخطر، إذا قطع الوقود، إذا سيارات الإسعاف توقفت عن العمل، لا نستطيع الوصول إلى الإصابات والجرحى وحتى الحالات المرضية العادية، هذا تهديد الحياة للخطر. نحن نطالب ونناشد الاتحاد الدولي للصليب الأحمر، شركائنا وجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر في كل دول العالم، شركائنا المؤسسات الدولية الإغاثية الطبية، التدخل لحماية طواقمنا لإدخال المواد الإغاثية وفتح ممرات آمنة وإدخالها، فتح ممرات آمنة للوصول إلى الإصابات والجرحى. الوضع في قطاع غزة مقلق جدا. نحن على منبركم نعيد ونكرر،
هناك امر اخلاء لمستشفيات، هناك امر اخلاء لمستشفى القدس التابع لجمعيه الهلال الاحمر الفلسطيني وبعض المقرات. شاهدنا ما حدث امس في مستشفى الاهلي المعمداني. نحن في خطر محتق، نحن نحذر المجتمع الدولي اننا في خطر. نحن جمعيه الهلال الاحمر الفلسطيني جمعيه دول حدم الاتحاد الدولي والحركه الدوليه للصليب الاحمر والهلال الاحمر، معترف بها دوليا، محميه بالقانون الدولي الانساني وباتفاقيات جنيف. نحن بحاجه ماسه لتامين طواقمنا اللي يستطيعوا تقديم خدماتهم. جمعيه الهلال الاحمر الفلسطيني ستبقى تقدم خدماتها للمدنيين العزل في قطاع غزه حتى الرمق الاخير. نحن رسل انسانيه، نحن لسنا اهدافا. طيب يعني الرئيس الامريكي كان له تصريحات منذ دقائق، ومراسلتنا من القدس المحتله تقول ان الكابينت الاسرائيلي وافق على ادخال مساعدات إنسانية قد تكون محدودة من معبر رفح أو من المعابر المصرية إلى قطاع غزة. هل أنتم كهلال أحمر فلسطيني مستعدون لاستقبال هذه المساعدات وتوزيعها على القطاع؟ أستاذي، تم التواصل معنا من قبل عدة أيام. المساعدات موجودة على حدود قطاع غزة في جانب الجمهورية العربية المصرية من عدة أيام. تم التواصل معنا من عدة مؤسسات منها منظمة الصحة العالمية، وتم تنسيق العمل ما بيننا وكيف سيتم استخدام هذه المواد وكيف يجب أن يتم توزيعها حسب الأصول. جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مستعدة، لكن مستعدين في ظل وجود ممر آمن وحماية. نحن نتخوف أن لا يكون هناك حماية، يذهب طواقمنا لاستلام هذه المواد ويهدد حياتهم. نحن نريد ممر آمن. إن كان هناك ممر آمن، جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مستعدة للقيام بواجبها. جميع كادر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من موظفين ومتطوعين، إداريين، أطباء، كوادر دعم النفس في كل جميع دوائر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مستعدون منذ اليوم الأول في الحرب، وهم على رأس عملهم يصلون الليل والنهار، يقومون واجبهم بأكمل وجه. شكرا جزيلا من رام الله السيد محمد فتياني المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، شكرا لك على كل هذه التصريحات.